ايضا ياسر ابراهيم كان هناك اتفاق من حوالي 4 ايام او من 5 ايام، وياسر كانت كل الامور منتهيه، والراجل قال ان هو هيلعب في النادي الاهلي من 4 5 ايام، ولكن امبارح تم التوقيع الرسمي على العقود الرسميه هنا في النادي او في النادي يعني في الجزيره، وانتهت الامور واصبح ياسر ابراهيم بعدما اختار النادي الاهلي دونا عن بقيه الانديه اللي كانت بتفاوض ياسر ابراهيم. ايضا مسؤوليه صعبه جدا عليك يا ياسر، لان الفتره اللي فاتت كان عندنا اصابات كثيره وكان عندنا بعض الامور اللي مش كويسه في هذا المكان، ولكن ان شاء الله نستطيع ان نتغلب عليها من خلال وجود ياسر ابراهيم وحسين الشحات ومحمد نجيب وسعد سمير ورامي ربيعه. ان شاء الله كل المجموعه دي ترجع وتبقى كلنا نقف في ظهرهم وكلنا نقف في ظهر بعض علشان نوصل للي احنا عايزينه.